ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب واقع عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها، وأكد رئيس أعضاء اللجنة ضرورة تقديم كل التسهيلات للفلاحين لاستجرار محصول القمح منهم وتشديد الرقابة على المخابز وزيادة كميات الطحين الموزعة عليها. وفي معرض رده أوضح الدكتور عمر سالم وزير التجارة الداخلية أن كميات القمح المسلمة من الفلاحين تزداد بشكل يومي، ولا بد من الانتظار إلى نهاية عملية التسليم لمعرفة الكمية المسوقة بدقة. وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تصديق العقد المبرم بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع الكهرباء المركزي لتقديم وتركيب وتنفيذ مخرج 20 كيلو فولت مع 7 مراكز تحويل وتوسيع مركز تحويل من 100 إلى 200 كيلو فولت أمبير لتأمين مخرج مستقل لتغذية مراكز التحويل المغذية لآبار مضخات مياه مدينة جرمانة في محافظة ريف دمشق. وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الزراعة بتحديد سعر شراء محصول الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2022 بمبلغ قدره 4000 ليرة، وصل إلى أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان. كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تكليف جميع فروع المؤسسة السورية للحبوب في المحافظات بتسليم الجمعيات الفلاحية أكياس الخيش ديناً لمن يرغب بكفالة من اتحاد الفلاحين في المحافظة على أن يصار إلى استيفاء ثمنها من أول قائمة شراء ترد إليهم. عدل المصرف العقاري ما يتعلق ببيانات الدخل والكفلاء في تعليماته التطبيقية والخاصة بتمويل القروض التي تتطلب كفيلاً من الأشخاص الطبيعيين، بحيث بات من الضروري توفر الدخل لمن يطلب تمويل قرض له وباعتماداً من أي من الجهات العامة أم الخاصة. شددت روسيا قبضتها مرة أخرى على إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد أن رفضت شركة غازبروم الروسية عرض أوكرانيا بتوفير إمكانيات إضافية لنقل الغاز إلى أوروبا وتعويض انخفاض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي إلى ألمانيا بشهر يوليو تموز، وجرى ذلك خلال مزاد.